كلاب المجتهدين وشيوخنا الفضلاء. موضوعي اليوم: لماذا نشكر الله؟ نحن نشكر الله، ولكن هل نعرف لماذا نشكر الله؟ وأريد أن أشارككم قصة جميلة. لما سمعت هذه القصة لم أنساه أبدا. وفي يوم من الأيام كان رجلا يسمى إبراهيم ابن أدهم رحمه الله يمشي ويسير في الطريق، فوجد رجلا على قارعة الطريق ملقى، يعني لا يدين ولا رجلين، مقطوع الأطراف، به جذام، جلده متناثر، أعمى لا يرى. والناس يمرون ويضعون الطعام على فمه إشفاقا عليه، ملقى على قارعة الطريق. فإذا بالرجل أخذ هذا الرجل بدأ يتأمل وقال: الحمد لله على نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة. فإبراهيم الأدهم قال: يعني ما لهذا الرجل؟ ماذا قال؟ فتقرب هذا الرجل وألقى عليه السلام، وقال الرجل: ماذا كنت تقول آنفا قبيلا قبل قليل؟ وقال الرجل: أولا ألقى عليه السلام، وقال الرجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم. قال إبراهيم: كيف عرفتني؟ قال: ما جهلت شيئا منذ عرفت الله. وإذا قال إبراهيم: ماذا كنت تقول آنيا؟ وقال الرجل: كنت أقول الحمد لله على نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة. فقال إبراهيم ابن أدهم: ما الذي جرى لي لأطرافك؟ قال: بترت. ما الذي على جلدك؟ قال: به جذام. قال إبراهيم ابن أدهم: ما الذي جرى لعينك؟ قال: كفر، يعني أعمى لا أرى. قال إبراهيم ابن أدهم: من أين تسكن؟ على قارعة الطريق الذي تراني عليه. وقال: من أين تأكل؟ وقال الرجل: مما يسوقه الله على أيدي خلقه نعمة منه. إذن قال إبراهيم أدهم: فأين النعمة العظيمة وعطاياه الجسيمة يا هذا؟ أين؟ فقال الرجل: يا إبراهيم، ألم يبقي لي ربي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا؟ ألم يبقي لي ربي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا؟ قال إبراهيم: بلى. فقال الرجل: فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ويا أيها الإخوة والأخوات، من هذه القصة الصغيرة ولكن عميقا دقيقا في المعنى، نتعلم لماذا نريد أن نشكر الله. لماذا؟ لأن الشكر لله وسيلة طريقة لاكتساب السعادة في حياتنا، مهما كان موقفنا، مهما كان موضعنا في حياتنا. وكلنا في هذه الغرفة، عندنا يدين، عندنا رجلين، نحن نستطيع أن نأكل بدون أي مساعدة من شخص آخر، ونستطيع أن نأكل ونشرب ونسكن في بيت، وعندنا ثروة واسعة من الله، وما زلنا نشكو ونتذمر. وهذه القصة أولا تذكرة لي ولكم جميعا. لماذا نشكر الله؟ لأن الشكر لله طريقة لاكتساب السعادة في حياتنا، مهما كان موقفنا
مهما كان موضعنا. وكما قال الله تعالى في سورة إبراهيم في آية 7 جم: لئن شكرتم لأزيدنكم. لم يقل لئن شكرتم لأزيدكم، بل قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، مع نون مشدد للتوكيد. مهما يعني عندما نشكر الله سيزيدنا في أي شيء نحن بحاجة إليه. وهذه التذكرة كانت يعني تذكرة أولا لي ولكم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا للاستماع.